احنا من بلد بتعتز بفاكهة المشمش، يعتبر من التراث العمراوي فاكهة المشمش، كلنا متمسكين بثمرة المشمش لان دي تعتبر اصل الخير في العمارة. المشمش ده شجرة سرية وكانت مصدر الخير كله للعمار، يعني الناس لما تيجي تاخد مني زمايلي بيبدلهم المشمش زي ما هو على ارضه، مش زي ما يجي ياخده مثلا تجاري او كلام من ده. أو المشمش جودته في طعمه، احنا عندنا تلاقي لذته وريحته. البلد دي مشهورة وتنيها طول عمرها في اي مكان. احنا اتجوزنا على المشمش، جبنا جهازنا على المشمش، كل حاجة كانت كلمة في المشمش دي ان كل حاجة مرتبطة بان احنا نجمع المشمش ونبيعه ونجيب فلوسه ونسد ما علينا، عليك عزال، عليك جهاز، عليك دهب، عليك جواز وهكذا. ده كله كان كلمة في المشمش. وغالبية البلد هنا كلها ناس متعلمة وكليات وناس عالية مستوى في التعليم، ولكن تلاقي في موسم المشمش كل واحد طالع فوق الشجرة بيجمع وفلاح ومعتز بمشمشه. كله خير لينا ولاهلينا ولاولادنا ولكل حاجه، كنا كلنا بنحب نروح المشمش، حتى اللي ما عندوش ارض كان بالنسبه له عيد. ليه؟ انا عندي مثلا قراطين بدي اللي ما عندوش، واللي ما عندوش برده بياخد بيدي جاره اللي ما عندوش، كان بالنسبه لنا كلنا كنا بناكل من المشمش، ما كانش في حد عنده والتاني ما عندوش، لا كلنا كنا بناخد من بعضنا وناكل مع بعضنا. في المشمش كان خير لينا، يعني لما اجي اتجوز انا عن نفسي انا اتجوزت بعد المشمش 13/7. ليه؟ المشمش كان في شهر 5 بيخلص في 20/6، اجيب جهازي اتجوز اجمع المشمش اسد قصتي كده.